تعيش طرابلس العاصمة لحظات حاسمة، فمع بداية العد العكسي لانتهاء الحملة لانتخاب المؤتمر الوطني العام، تبدو المدينة هادئة لا يعكر صفوها غير اعتداءات بين الفينة والأخرى على لافتات المرشحين وتمزيقها، سلوكات يعزيها الليبيون إلى ضعف التغطية الأمنية واقتصارها على أحياء دون أخرى. وبالرغم من كل ذلك، يبقى الشارع الليبي عازما على المشاركة في الاقتراع. بالرغم من ان في شويه تواجد يعني امنيه لكن حل الشعب الليبي حيتغلب عليها بعض الاحيان، لان هذه لحظه نستنى فيها من اكثر من 40 سنه. لا 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 لا، توجس امني اللي بيخاف من حاجه بيلاقيها قدامه. البلاد في الف حريه، ما في توجسات امنيه مش موجوده. موجود بعض الظن، ناس بظنوا انه فيه وفيه وفيه، لكن هذا لا يلغي واجب. وحسب اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، فإن أزيد من 13,000 رجل أمن جاهزون لتأمين اقتراع يوم 7 من الشهر، استعدادات يبدو أنها ستطول مداخل المدينة ومخارجها إضافة إلى مراكز الاقتراع. معظم القوات الأمنية في أهبة الاستعداد، سيتم تأمين طبعا معظم مراكز الاقتراع وكذلك معظم قوات التواصل والاستعداد لأي تدخل في أي طارئ أو أي مشكلة قد تحدث. ستكون هناك نوع من الطوارئ والاستعداد التام إن شاء الله لتدخل في هذه الأمور. وتشهد ليبيا شبكات متقطعة بين معارضين للعملية الانتخابية ودعاة الفيدرالية، غير أنها تبقى ذات تأثير محدود على الأمن العام بالمدينة بحسب المسؤولين الأمنيين. لا يخفي المراقبون قلقهم مما قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد، فاستتباب الأمن ليس العقبة الوحيدة أمام إرساء دعائم الديمقراطية، بيد أن ليبيا في نظر البعض تبدو في حاجة ملحة إلى تقويم يطول جميع المجالات. عبد الصمد جطيب، سكاي نيوز عربية، طرابلس.